طبعا هون هذه مناطق الخضرة، بيارات الجوز، هذه منطقة بسطة الشيخ حسين، هذه كلها مناطق زراعية تابعة لوادي الحوارث الجنوبي والقبلي. هي هاي كلها أرض أجدادكم، أرض أجدادنا وما زالت. طبعا طول كرم اللي احنا بنضحى هي اقبالنا، اذا بتشوفوا على المدى البعيد هذه بيوت منطقة طول كرم، اقبالنا من هون بيارة سمارة وقلعة كاكون وقرية كاكون المهجرة تيجي بين وادي الحوارث ومنطقة الشويكي. طبعا هذا القصر اللي كان التيان يستخدمه كان تحت عامل مناطق لتخزين الحبوب والقمح، وفوق بقى هو الوكيل، المزارعين بيزرعوا وبيجوا بيجيبوا المحصول هون، بيستغلهم مقابل انه يحميهم وياخذ منهم ثلث المحصول اللي بحصدوه. هذا المخازن اللي كانت تابعه للتيان، هذا المجرم اللي باع البلاد. هذه هي منطقة قلعة التيان وبيت التيان في منطقة الحوارث الجنوبي.